مساكم ورد واهلا وسهلا فيكم، عطلة سعيدة للجميع. اليوم رح اقدم لكم عروض جديدة من ماركت البيم، رح تبلش يوم الثلاثاء الجاية 28 ايلول. العروض رح تستمر اسبوع او حتى نفاذ الكمية. بالنسبة لهذا الكتالوج، كتالوج كتير منوع لعشاق القهوة والكابتشينو والشوكولا. هذا الفيديو خص نص لكم في انواع جديدة من القهوة والنسكافيه والقهوة المفلترة موجودة بهذا الفيديو. رح نشرح عن منتج منتج بالإضافة لوجود زبدة الشيا والزيت اللوز يلي دائما بتسألوني عنه الموجودين بهذا الفيديو. بالنسبة للأسعار صراحة كتير مناسبة، تابعوا مع الفيديو للنهاية. بتمنى لكم مشاهدة ممتعة. قبل ما نبلش خلونا نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. طلب كتير صغير قبل ما نبلش، تحت بأسفل الفيديو في زر اللايك، فيكن تحطوه كدعم للفيديو. إذا لسه مو مشتركين بالقناة فيكن تنزلوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل فيديو جديد. بنقول بسم الله ومنبلش بالعرض الأول. بطانية للأطفال بالنسبة لأبعادها 100 ب 150 سنتي، مثل ما شايفين إلى طائية. في منها لونين، رح يكون لون على لون القهوة ولون تاني لون زهر. سعره بس 70 ليرة. كمان بطانية للأطفال، بس هي الفرق إنه إلى أصابع كفوف يعني. كمان للأطفال بالنسبة للأبعاد 80 ب 110 سنتي، سعرها 60 ليرة. هي أصغر من اللي قبلها بشوي، هذا هو الفرق. بيجامة نسائية كم لهذا الوقت، في منها نقشتين. بالنسبة للمقاسات المتوفرة سمول ميديوم لارج، وسعر 50 ليرة بس. أمطى للرأس، في منها موديلين قدامكم على الشاشة، هي لما بتكون تحطوا مكياج كتير حلوة ب13 ليرة للوحدة. جوارب بناتية من ماركت كونفورت يلي بيميزها انها طويلة عالية لعند الركبة مع ببيونة على الجناب، كتير حلوة وكيوت. في منها 3 ألوان، سعر الواحد بس 6 ليرات. في صبية سألتني على لد أضاوي، هذا هو العرض. أضاوي لد يعمل على البطارية، فيه 10 طابات. بالنسبة للحبال المربوط فيها حبال من الخيزران، هي تعمل على البطارية مو على الشحن. سعر الواحد بس 20 ليرة. متوفر لونين، رح يكون لون فاتح واللون البني الغامق. فراشي ميك اب في عدة أنواع، أي وحدة ب13 ليرة إلا فراشي الظل، تنتين بسعر 13، كتير حلوين وفخمين. علبة هايلايتر على شكل فنجان قهوة، في لون بني ولون أبيض، إنه الهيكل من برا. هي حتى لما بتفتحوها مكتوب قهوة وما قهوة، فيها 3 ألوان هايلايتر. هي الهايلايتر لمعة، بتنحط على راس الخدود، على منطقة الدقن، على الجبين، على هيك راس الأنف، كتير حلوة. سعر 18 ليرة للباليت الواحد. كياس مي للتدفئة للشتوية، في عدة موديلات، أي واحد ب23 ليرة، طبعا من جوا السيليكون. جوارب نسائية من كومفورت، الواحد بسعر 6 ليرات، طبعا هذا جوارب شتوية طويلة. عرض كتير حلو، متفننين كتير ماركت البيم مخصوصي بمنتجات، جايبين كل شي بيشبه القهوة جايبينه لهذا الكتالوج. اسفنجة ميك اب مع علبة على شكل فلترة قهوة بسعر 13 ليرة، في منها لون اوف وايت، في منها لون بني شوكولا داكن. صندوق للكتاب كمان على شكل ديكورات قهوة ب13 ليرة للواحد. عرض كتير حلو، لوحة على شكل قهوة، بالنسبة للوحة أبعاد 28 ب21 سنتي، بسعر 13 ليرة. إذا عندكم ركن قهوة أو عاملين هيك قعدة صغيرة مثلا بالمطبخ، طاولة قهوة مع كرسيين إلك ولزوجك، كتير حلو إنك تحطيها فوق الطاولة، بسعر 13 ليرة فقط، سعرها كتير رخيص. عطر في نسائي وفي رجالي، الوحدة سعرها 100 ملي، وسعر الوحدة 23 ليرة. عرض على كريم للإيدين والجسم بخلاصة زبدة الشيا وزيت اللوز، سعته 250 ملي، وسعره بس 3 ليرات. كتير كتير العرض صراحة مناسب وممتاز. ايضا على نفس الفكرة كريم صغير، هذا لتحطوه بالشنطاية يعني بالجيب، كمان للايدين بزبدة الشيا وزيت اللوز، سعته 75 ملي، بسعر 6 ليرات فقط. زبدة لترطيب الجسم حصرا، سعته 150 ملي، بسعر 16 ليرة. موجود ب خلاصة جوز الهند، وكمان موجود بخلاصة الشوكولا والقهوة، أي علبة منهم بسعر 16 ليرة. من ديرما كول ماسك طيني بخلاصة القهوة أيضا، 15 ملي، بسعر 5 ليرات. على فكرة القهوة كتير ظريفة للوجه، وخصوصي ماسكات القهوة بتعطي انتعاش وحيوية، وهذا سعره بس 5 ليرات، كتير بنصحكم فيه. رح نبلش بعروض القهوة والنسكافيه، خليكن معي وتابعوني. من ماركت فيب قهوة متنوعة، المطربان الواحد سعره 16 ليرة، في كتير أنواع مثل ما شايفين.
في قهوة برازيلية مكسيكية إكسبريسو، كمان في كولومبيا قهوة كولومبية، أي مطربان بسعر 16 ليرة. من ماركت فيب أيضا نسكافيه 3 بواحد، الكيس فيه 10 ظروف بسعر 6 ليرات فقط. للصراحة ماركت فيب أنا مجربة منها النسكافيه، كتير بتلاقوها خفيفة ما لها مركزة أبدا مثل ماركت النسكافيه العادية. ماركة النسكافيه مشهورة، أما هي ماركة فيب أنا مجربتها بالنسكافيه بظروف النسكافيه ما حسيتها أبدا أنها تقيلة، فما بعرف إذا هدول جايين ظرف ولا لا. وأخيرا قهوة مفلترة 250 جرام بسعر 20 ليرة. كتير صبايا سألوا على القهوة المفلترة، كتير نزل عروض على ماكينة القهوة المفلترة، هي القهوة الخاصة بالماكينة يلي بدكم تشتروها. منتجات كتيرة رح تنزل، سعة الكيس 250 جرام بسعر 20 ليرة، رح نشرح على منتج منتج. بالنسبة لهي القهوة نازل منها 3 أنواع، قهوة إثيوبية غواتيمالا، ونازل بالكينيا قهوة كينيا. أنا صراحة ماني مجربتهم هدول، يعني اللي بيحبوا يستكشفوا ويجربوا أنواع قهوة هذا الكتالوج كتير رح يكون حصري ومميز لإلكن. أي ظرف بسعر 20 ليرة. من ماركت فيب قهوة جاهزة سريعة الذوبان 3 بواحد، يعني فيها سكر، فيها 10 ظروف، الظرف الواحد 18 جرام بسعر 6 ليرات. هذا هو أنا اللي مجربته وما حسيته طيب، حسيته كتير خفيف. من ماركة عبد الله أفندي قهوة بأنواع مختلفة، رح نذكر الأنواع واحدة واحدة. أي ظرف منهم بسعر 8 ليرات ونص. صبايا في قهوة سريعة التحضير بالحليب 150 جرام، كمان في قهوة تركية مع المستكا. في صبية سألت إنه بدها قهوة تركية مع المستكا، المستكا بيكون الظرف تبعها لونه أزرق، الأزرق هذا اللي من فوق. قهوة كمان عثمانية، هي قهوة عادية مثل اللي بنشربها. أي ظرف منهم بسعر 8 ليرات ونص. قهوة عبد الله أفندي قهوة تركية عادية 250 جرام بسعر 11 ليرة. كمان عنا عرض على أصناف القهوة التركية نازل بعدة نكهات. في قهوة تركية سريعة التحضير مع الكريمة، هي اللي على اليسار مع الكريمة، يلي بالنص قهوة تركية بالشوكولا، وكمان آخر واحد قهوة تركية سريعة التحضير بالنعناع والشوكولا. سعة الكيس الواحد 100 جرام بسعر 5 ليرات ونص للكيس الواحد فقط. كمان في صبايا أصناف قهوة جديدة من ماركة عبد الله أفندي، كمان قهوة منكهة، في بالبرتقال، في بجوز الهند، في كمان قهوة بشوكولا الروبي بالتوت. وزن الظرف الواحد 100 جرام والسعر 5 ليرات ونص. أيضا أيضا في عرض مجموعة جاية قهوة مفلترة مع مجموعة تخمير القهوة بسعر 13 ليرة. نازل عرض صبايا على القهوة الكلاسيكية العادية بس بأربع أنواع، يعني قهوة سادة، قهوة سكر قليل، قهوة سكر وسط، وقهوة سكر زيادة. الظرف الواحد سعره 75 قرش فقط. كاتبين انه بتطبخ بالطريقة الكلاسيكية، يعني مثل ما بتغلوا القهوة العادية. أصابع برتقال مغطاة بالشوكولات داكنة، الوزن 80 جرام بسعر 9 ليرات، منتج جديد رح يكون بماركة البيم. عرض مجموعة قهوة كلاسيك 100 جرام مع مبيض للقهوة 200 جرام بيجي، الاثنين بسعر 15 ليرة. هاي القهوة هي اللي أنا بحبها صراحة. شوكولا ساخنة أو هوت شوكليت، هي هي من ماركة فيب، شوكولا ساخنة، فيها الكيس فيه 5 ظروف بسعر 5 ليرات ونص فقط. العرض كتير حلو. منتج جديد كمان على ماركة البيم رح ينزل، كرات التمر المغلفة بالقهوة 96 جرام بسعر 8 ليرات فقط. لوح شوكولا دارك، هذا لأصحاب الدايت كتير سألتوني عنه، 100 جرام بسعر 6 ليرات ونص فقط. شوكولا دارك أيضا بالنعناع، منتج جديد رح ينزل على ماركة البيم، 80 جرام بسعر 6 ليرات. بسكويت بالزبدة، في بالعسل وفي سادة، 140 جرام بسعر 8 ليرات فقط. ملاعق القهوة، في معالق سادة وفي معالق بالبندق بشوكولا البندق، الوزن 48 جرام والسعر 5 ليرات فقط. كيلونيا الحلاقة من ماركة أركو للرجال، الوزن 250 ميلي بسعر 13 ليرة. أيضا من ماركة أركو رغوة حلاقة للرجال 200 ميلي، كمان بخلاصة القهوة بسعر 12 ليرة فقط. معطر ومطري للملابس من ماركة بولوت بسعة 1000 ميلي بسعر 9 ليرات، هذا منتج رح يكون نازل جديد على ماركة البيم. كوكيز بالشوكولا من ماركة ميلكا، الوزن 168 جرام بسعر 12 ليرة.
ايضا بسكويت محشي بالشوكولا، الوزن فيه 3 قطع، وزن الوحده 80 جرام، الثلاث قطع بسعر 5 ليرات، كمان منتج جديد رح يكون نازل على ماركه البيم يوم الثلاثاء 28 ايلول. كوكو بوبس للفطور فيه ظرفين، الظرف الواحد سعته 700 جرام، الاثنين بسعر 22 ليرة فقط. لهون أصدقائي عروض ماركة البيم بتكون خلصت، عروض كتير حلوة لعشاق القهوة. بالنسبة للعروض رح تبلش يوم الثلاثاء 28 أيلول. بتمنى إذا حبيتوا الفيديو تعملوا له شير مع أصحابكم وأصدقائكم حتى كمان يستفادوا. شكرا من القلب على المتابعة الحلوة، انتظروني في فيديو جديد. هلأ بدي أودعكم، بترككم بأمان الله.